الصحه تنسق مع المركز الوطني لتحقن الدم حمله وطنيه مع الامن الوطني على ربوع المملكه. وحنا بدورنا في هذا في جهه سوس ماسه كنظموا واحد الحمله مع ولايه الامن ديال اكادير، ودرنا فيها جوج مراحل. المرحله الاولى في التكنه ديال الامن الوطني درناها يوم الثلاثاء، وتمكنا باش ناخذوا منها واحد العدد كبير ديال المتبرعين اللي فوق 90 متبرع، واليوم كذلك في مقر الولايات الامن تنظمت اليوم الاربعاء حمله ثانيه، وكذلك شاهدنا بلي كاين واحد الاقبال كبير. وكنشكروا الناس ديال الامن اللي تضامنوا معنا في هذه المحنه وتطوعوا بالدم ديالهم باش المرضى ديال المستشفى ما يكونش المشكل في اللي احتاجوا للدم، وكذلك باش يكون المخزون ديال المركز الجهوي واحد المخزون ديال الدم كافي لتلبيه جميع الطلبات ديال المستشفيات والمصحات الاكادير. اطار المجهولات التي تبذلها الاداره العامه للامن الوطني وبالتنسيق مع المركز الجهوي لتحقن الدم، باشرت ولايه امن اكادير لهذه المبادره ديال التبرع بالدم. بالنسبه للناس اللي كيعاونيهم من هذه الحاله هذه، والحمد لله راه كاين واحد الاقبال كبير. كان الامس في التكنه ديال حفظ النظام، واليوم كاين دابا في ولايه امن اكادير. الحمد لله البادره لقات تجاوب كبير بالنسبه لجميع المصالح الامنيه بجميع الرتب ديالها.